الآن ناس تعرض صور، الناس اليوم تعرض حقائق ولا التبرير يقبل. يعني أنت شو بتقول لي؟ بش بتقول لي؟ أحنا محل ما كان مطلوب منك أنت. أضف إلى كل ذلك أنت موظف في وزارة الداخلية، أنت زين كل ذي حطيتها في صوب واحد، ما حطيت وزارة الداخلية في اعتبارك؟ شلون تروح الدوار الداخلية مطرشينك الدوار؟ ما يجوز ذي الكلام، على مو بأنت تقول ذي الكلام، أنت أمام أمرار دخلت روحك في نفق، انتوا امثالك دخلتوا روحكم في نفخ، كانوا ناس في مثلكم لاعبين ورياضيين، ابدا لا سئل لا عن دوار ولا مسيره ولا اعتصام ولا عمره فكر في لحظه من اللحظات. علاء انت بالذات حمد بن عيسى يا علاء يكلمك يشيل التليفون، لح ما حكلمك لا ابوك ولا اخوك ولا اي انسان بعرقك توك مخلص من المباراه، يعطيك الشيخ فواز التليفون تذكر يقول لك حمد بن عيسى ملك البحرين وياك شرف عظيم. ادي لما دشيت في الصفريه يقول وين علاء وانت داش هداف كاس اسيا، يقول لك تعال حطك على اليمين وحط محمد سالمين على اليسار بين 50 لاعب موجود يصور معاك. لما صار التكريم انتم كلكم تكرمتوا، لما واجهتكم صعوبات في الاحتراف 2004 سلمان بن حمد الله يطول عمره أوامر طلعت لا تعطلون على أي لاعب، ياتوا فرصة احتراف يروح تروحون وتحترفون ووظائفكم موجودة وفي أول سنة كلكم رواتبكم مدفوعة، بلد ما قصرت وياكم. لو تطلع البحرين كله، البحرين كله تطلع، أنت على ما تطلع، أنت على ما تشيل، أنت على ما تسوي شيء، لأن أنت فضل البحرين وحكومة البحرين وحكام البحرين في رقبتك لين تقوم القيامة. علاء حرام عليك الكلام اللي تقوله فيه، هذا كلام ما ينقال ولا تردد ولا تبرر. وخل خليفة بن سلمان تحبونهم ما تحبونهم أنت أحرار، الحب مو بالقوة، الحب من القلب، شعب البحرين اللي حبك، جمهور البحرين اللي شالك وردد اسمك، 30-40 ألف متفرج في استاد البحرين الوطني يهتفون باسمك، نسيتهم في لحظة ذي؟ سميناك الفتى الذهبي يا علاء. ما نسيتهم ولا يا نسيتهم يا علاء، لا تقول لي ما نسيتهم. علاء يا حبيبي اسمحني بقول لك نسيتهم أنت للأسف الشديد، لما طلعت في المسيرات ولما رحت الدوار ولما قبلت أنه يسقط النظام نسيتهم، لما تسقط النظام الآن شنو ايش نتكلم عنه إحنا؟ نخاف؟ أنت تخاف من من؟ تخاف من الوفاق؟ تخاف من ماري جمعيات؟ تخاف اسمح لي أقول لك تخاف من مشيمع؟ تخاف من علي سلمان؟ تخاف من فلان؟ على حساب من؟ على حساب هذا الشيء؟ على حساب بلادك؟ هذه الرجالات سياسة ما سياسة على كيفهم، أحرار يتحاورون يتناقشون يتذابحون، بس أنا أطلع قدام مثل ما أنت طلعت الحين وطلع السيد عدنان، ليش ما طلعتوا من قبل؟ ليش ما برزتوا من قبل؟ ليش ما تكلمتوا من قبل لما كانوا محتاجين لكم اليوم؟ لا اليوم أرقد وآمن، اليوم البحرين مو محتاجة حق البحرين، البحرين محتاجة حق خليفة بن أحمد اليوم وأمثاله وكل الشرفاء اللي كانوا في سترة، اللي كانوا حكوا ناس كثيرين في سترة نعرفهم، وليل البارح إحنا اتصالات وياهم أبدا من أبدع ما يكون، لا عنده السوالف ولا يحتاج يبرر ولا يحتاج يقول. علاء الناس فهمت وانت تواجه واقع خلاص، وكنت تصيح عن البحرين وتقاتل من أجل البحرين، متعور صاحي كنت علاء قبل الدوار، أما علاء بعد الدوار أترك الميكروفون حق الإخوان تسامحه بس لحظة بس مو معاد علاء وراك واحد من لاعبين كرة اليد ما بقول اسمه في أحد الأندية رافع علم البحرين لب 12 سنة. علاء إذا أنا أرفض الشيء أطلع من